ايه اللي بتعمليه ده؟ نقطة الحدود اللي بيني وبينك. يعني انا ممنوع اوصل لعندك؟ اياك، حدودك هنا. هي القلوب بيعملوا لها حدود. ده مش ذنبي. وايه الحل؟ مفيش حل. معاك باسبور؟ قلبي. والفيزا؟ عينيا. عندك إقامة؟ طول العمر. إذن لنبدأ مفاوضات المعاهدة. اتفضلي. تبعت قلبك مع عينيك يفاوضوا قلبي وعيني. وبعدين؟ نشيل الحدود ونعمل اتحاد أبدي. حتى لو تدخلت دولة بابا بكل قوتها ومادياتها وإمكانياتها.